بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 33 بعد 100 من سلسلة دروس كتاب فتح باب العناية للعلامة الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: كتاب الخنثى. قال: هو أي الخنثى مولود ذو فرج وذكر. هو الأصل كلمة الفرج تطلق على قبل الذكر والأنثى، ولكن شاع ذكرها على قبل المرأة، فقال ذو فرج وذكر، فإن بال من ذكره فذكر، وإن بال من فرجه فأنثى، لأن البول من أحدهما دليل على أنه العضو الأصلي الصحيح، والآخر بمنزلة العيب، وإن بال منهما حكم بالأسبق، يعني البول يخرج من أي المخرجين أولا نعطيه الحكم له، لأن السبق دليل على أن محله هو العضو الأصلي، ولأنه كما خرج البول حكم بموجبه حكم بموجب خروج البول، لأنه علامة تامة، فلا يعتبر بخروج البول من آلة أخرى بعد ذلك، وإن استويا بأن لم يسبق أحدهما الآخر خرجا معا، خرج البول يعني من المخرجين معا، سواء كان الخروج من أحدهما أكثر من الآخر أو لم يكن. قال: فمشكل، وإن استويا فمشكل، أي فهو الخنثى المشكل عند أبي حنيفة. قال: ولا تعتبر عنده الكثرة، يعني سواء كان البول يخرج من أحد المخرجين أكثر من الآخر لا اعتبار له، المهم أنه خرج البول معا. وقالا تعتبر الكثرة، لأن كثرة البول من أحدهما علامة قوة ذلك العضو وكونه أصليا. قال: وقالا تعتبر، لأن أكثرة البول من أحدهما علامة قوة ذلك العضو وكونه أصليا، ولأن للأكثر حكم الكل في أصول الشرع، فيترجح ذلك العضو بكثرة البول منه. ولسيد أبي حنيفة رحمه الله أن كثرة ما يخرج لا يدل على القوة، لأن ذلك قد يكون لاتساع في أحدهما وضيق في الآخر، ولو كان الخروج منهما على السواء فهو مشكل بالاتفاق، خنثى مشكل بالاتفاق. فإن بلغ الخنثى، فإن ظهر له علامة الرجال بأن خرجت لحيته أو وصل إلى النساء أو احتلم كما يحتلم الرجال فهو رجل، وإن ظهر له علامة النساء بأن خرج له ثدي كثدي المرأة، أو نزل له لبن في ثديه، أو حاض أو حبل، أو أمكن الوصول إليه من الفرج فهو امرأة، وإن لم يظهر له علامة أحدهما أو تعارضت العلامات فمشكل، فيؤخذ فيه بالأحوط والأوثق في أمر الدين، وهو ألا يحكم فيه بحكم
وقع الشك في ثبوته، لا نحكم أنه ذكر ولا نحكم أنه أنثى. إن جلس مع النساء يعامل معاملة الرجال، وإن جلس مع الرجال يعامل معاملة النساء. فإن قام في صفهن أي صف النساء أعاد صلاته استحبابا إن كان مراهقا لم يبلغ يعني بعد، وحتما إن كان بالغا. طبعا هنا البلوغ يكون بالسن غالبا في المشكل، لاحتمال أنه رجل فتفسد صلاته. وإن قام في صفهم أي في صف الرجال يعيد من بجنبه عن يمينه وعن شماله ومن بخلفه بحذائه، بخلفه مباشرة يعني، لاحتمال أنه امرأة وصلى بقناع يعني بغطاء على الرأس، لاحتمال أنه امرأة. فإن كان بالغا حرا وجب عليه ذلك، وجب عليه أن يصلي بالغطاء على الرأس، وإلا استحب له لو لم يكن بالغا يستحب له أن يضع القناع على رأسه. ولا يلبس حريرا ولا حليا أو حليا ولا يكشف عند رجل، كما قلنا عند الرجال يعامل معاملة النساء وعند النساء يعامل معاملة الرجال، ولا عند امرأة، ولا يخلو به غير محرم، غير محرم رجل أو امرأة، ولا يسافر بلا محرم من الرجال، كل ذلك احترازا عن ارتكاب المحرم. وكره للرجل والمرأة ختنه. أما الرجل فالاحتمال أن الخنثى أنثى، وأما المرأة فالاحتمال أنه ذكر. ويشترى من ماله أمة فتختنه إن ملك مالا، لأنه يباح لمملوكه النظر إليه، وإلا أي وإن لم يملك مالا فمن بيت المال يشتري له الإمام أمة تختنه، لأن بيت المال أعد لنوائب المسلمين وهذه من النوائب. فإذا اشتراها له تدخل في ملكه بقدر حاجة الختان ثم تباع إذا ختنته، ويرد ثمنها إلى بيت المال لحصول الاستغناء عنها. فإن مات الخنثى قبل ظهور حاله لم يغسل، لأن الغاسل إما رجل وإما امرأة، والخنثى إما رجل أو امرأة، وحل الغسل غير ثابت بين الرجال والنساء، فيترك لاحتمال حرمته، ويُيمم لتعذر الغسل، ولا يحضر الخنثى حال كونه مراهقا غسل ميت، حال كونه مراهقا الخنثى لا يحضر غسل ميت. ليه؟ لاحتمال أنه أن الخنثى ذكر أو أنثى. وندب تسجية قبره أي تغطيته قبر الخنثى، لأنه إن كان أنثى أقيم واجب، وإن كان ذكرا لا تضر التسجية. قال ويوضع الرجل بقرب الإمام، الآن نصلي عليه، يوضع الرجل بقرب الإمام إذا كان في عنا أكثر من جنازة، رجل وخنثى وامرأة، الرجل الخنثى ثم المرأة، ثم يوضع هو أي الخنثى خلف الرجل، ثم توضع المرأة خلف الخنثى إذا صلى عليهم جميعا. قال فإن تركه أبوه، مات الأب وترك خنثى، وإن تركه أبوه وابنا فله أي الخنثى عند سيد أبي حنيفة سهم، وللابن سهمان، لأن له عنده أقل النصيبين، أي ينظر إلى نصيبه إن كان ذكرا وإلى نصيبه إن كان أنثى، فأي منهما يكون أقل فله ذلك. وفي هذه الصورة ميراثه على تقدير الأنوثة أقل فله ذلك. وعند الشعبي وهو قولهما كما في الهداية له نصف النصيبين،
نصف النصيبين، أي يجمع بين نصيب الخنثى إن كان ذكرا ونصيبه إن كان أنثى، وله نصف ذلك المجموع، وهو أي نصف النصيبين ثلاثة من سبعة أسهم عند أبي يوسف، لأن أبا يوسف اعتبر نصيب كل واحد منهما حالة انفراده، فإن الذكر لو كان وحده كان له كل المال، والخنثى لو كان وحده، الذكر الآن الحقيقي ليس الخنثى، لو كان وحده كان له كل المال، والخنثى لو كان وحده إن كان ذكرا كان له كل المال، وإن كان أنثى كان له نصف المال، فيأخذ نصف الكل، نصف الكل ونصف النصف، نصف الكل واحد على اثنين، ونصف النصف واحد على أربعة، وذلك ثلاثة أرباع المال، ثلاثة أرباع المال. وللابن يعني النصفان، النصف والربع ثلاثة أرباع المال، وللابن كل المال، للابن كل المال، فيجعل كل ربع سهما، فيبلغ سبعة بطريق العول، بطريق العول. إيه نعم، طبعا العول هو أن تزيد السهام، العول هو أن تزيد السهام، وذلك إذا كثرت الفروض. إيه نعم، فيتغير، مخرج الفريضة، مخرج المسألة، تكون من ستة مثلا تصبح من سبعة، تكون من ثمانية مثلا تصبح من تسعة، أو تكون من تسعة تصبح من عشرة، وهكذا. هذا إن شاء الله يعني يأتي معنا إن شاء الله، إن قدر الله لنا وقرأنا المواريث، يعني إن شاء الله ربي يقدر ونقرأ كتاب خاص في المواريث إن شاء الله، وسنأتي عليه إن شاء الله في كتاب اللباب بإذن الله. طيب، قال: للابن أربعة وللخنثى ثلاثة، وإن شئت تقول له النصف إن كان أنثى، والكل إن كان ذكرا، فالنصف متيقن، ووقع الشك في النصف الآخر، فنصف صار ربعا، فالنصف والربع ثلاثة أرباع. قال: وخمسة، أي ونصف النصيبين خمسة، وخمسة من اثني عشر عند محمد، لأن الخنثى يستحق النصف مع الابن إن كان ذكرا، الخنثى يستحق النصف مع الابن، يعني اثنين أخوات وجدوا مع بعض يأخذ المال كله، وكل واحد منهما يأخذ النصف. قال: لأن الخنثى يستحق النصف مع الابن مع أخيه إن كان الخنثى ذكرا، والثلث يستحق الثلث الخنثى مع أخيه الذكر إن كان أنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين، والنصف والثلث خمسة من ستة، فله نصف ذلك، وهو اثنان ونصف من ستة، وقع الكسر بالنصف، فضرب الستة في اثنين، صار خمسة من اثني عشر، هو نصيب الخنثى، والباقي وهو السبعة نصيب الابن. وإن شئت تقول له الثلث إن كان أنثى، يعني إن كان أنثى للذكر مثل حظ الأنثيين له الثلث، والنصف إن كان ذكرا يأخذ نصف المال مع أخيه، ومخرجهما ستة، فالثلثان اثنان والنصف ثلاثة، فاثنان متيقن، ووقع الشك في الواحد الآخر، فنصف صار اثنين ونصفا، ووقع الكسر بالنصف، صار خمسة من اثني عشر. قال: مسائل شتى، كتابة الأخرس، وهذه نحتاج. هنا سؤال. نعم، تفضل.
بالنسبة للخمسة، إذا جعلوك رجلا أو امرأة بطريقة العملية في الأحاديث الموجودة حديثا. بطريق العملية. والله هذا يحتاج إلى بحث، يعني هذه مسائل مستحدثة الآن، يعني ليس لأحد طلاب العلم فضل، يعني لأحد العلماء فضلا عن طالب علم، يعني أن يبت في مثل هذه المسائل. هذه المسائل تحتاج، يعني لو طرحت هذه المسألة مثلا على سيدي أبي حنيفة رحمه الله ربما مكث شهرا يفكر فيها، فما أستطيع أن أجيبك في هذه المسألة. هذه تحتاج صراحة إلى مجامع فقهية يتدارسون المسألة، وأنا أتعجب صراحة من آحاد الفقهاء عندما يصدر فتوى في مثل هذه الأمور. هذه المسائل المستحدثة لا ينبغي أن يصدرها آحاد العلماء أو طلاب العلم يتسرعون هكذا. هذه تحتاج إلى مجامع فقهية، فقهاء أصوليون، علماء لغة عربية، محدثون أصولي هكذا، يجتمعون يتدارسون المسألة ثم بعد ذلك يبثون يصدرون الفتوى. أين؟ والله تعالى أعلم. فهمت مولانا؟ يعني حتى في قادم الأيام إذا صرت أنت لك منصب في بلدك، لا تتسارع بالفتوى إذا ما عرضت عليك مسألة مستحدثة، إلا إذا تمكنت من أدوات الفتوى، فعندها يعني لا مانع. شكرا مولانا، شكرا. بارك الله فيك. قال: كتابة الأخرس وإيماؤه، أي إشارته بما يعرف به، يعني الإشارة المعهودة عند الخرسان بما يعرف به نكاحه. يعني مثلا الإشارة عند الخرسان مثلا بالزواج، يقول لك متزوجنا مثلا، يعني أنا لا أعرف الإشارة المتعارف عليه، ولكن الآن ما شاء الله هناك لغة كاملة للصم والبكم. قال: بما يعرف به نكاحه وطلاقه وبيعه وشراؤه ووصيته وقواده، يعني بأن تصدر منه إشارة يقر بهذه الإشارة بالقود، بأنه يجب عليه قود، وقوده كالبيان. كتابة الأخرس وإيماؤه كالبيان، أي كما يعرف ذلك بالنطق باللسان، لأن الكتابة ممن نأى، الكتابة ممن بعد، ممن كان بعيدا، بمنزلة الخطاب ممن دنا. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما أدى ما وجب عليه تبليغه بالعبارة أدى بالإشارة، كقوله: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأدى بالكتابة ككتابه لهرقل وغيره. ثم الكتابة منقسمة إلى ثلاثة أقسام، منها مستبينة مرسومة ظاهرة مكتوبة، مستبينة مرئية، مستبينة مرسومة، مرسومة يعني جاءت على رسم معين، على صيغة معينة، على نظام معين، على ترتيب معين متعاهد متعارف عليه، وهو أن يكتب من فلان إلى فلان أن الأمر كذا وكذا من الطلاق والعتاق. يعني كتب من زيد إلى فلانة زوجتي، إلى فلانة زوجة، يخبر أنه طلقها. فلو أرسل لزوجته مثلا: أنت طالق، كتابة دون أن يجريها على لسانه لا يقع الطلاق. لابد أن تكون الكتابة مستبينة ومرسومة. إيش يعني مرسومة؟ من فلان إلى فلانة أنت طالق، عندها يقع الطلاق. أما لو أرسل لها رسالة على الواتس: أنت طالق فقط،
إن لم ينطق بها بلسانه كتبها فقط لا يقع الطلاق. واضح الكلام أحبابنا؟ إذا لابد أن تكون إيش يعني مرسومة مكتوبة؟ عفوا مستبينة مكتوبة، مرسومة يعني على هذا الترتيب من فلان إلى فلان. حتى بعضهم قال لابد أن يكون أن تكون مصدرة بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يرسل لها كتابا، عندها يقع الطلاق. فهذا كالنطق. تفضل. ما معنى يعني مثلا ارسل رساله بدون اسم زوج، يعني ارسل من رقم زوج، هذا لا يطلق؟ انا قلت يا استاذ، انا قلت الان ارسل لزوجته عن طريق الواتس، كتب لها انت طالق، قلنا ما يقع. هلا من رقم الزوج او من رقم الزوجة او من رقم اي رقم، لو من رقم الزوج. قال اذا هذا مستبين مرسوم، ومنها مستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدار واوراق الاشجار وعلى الكاغد الاوراق المعتادة، لا على وجه رسم الديار. كيف رسم الديار؟ من فلان إلى فلانة، يعني هذا البلد، كيف يرسل كتابا إلى فلان؟ ما هي الصيغة المعتمدة عنده؟ هكذا ينبغي أن تكون الصيغة. قال فهذا ليس له اعتبار إلا إيش؟ فهذا يعني المستبين غير المرسوم، هذا ليس له اعتبار إلا بانضمام شيء آخر إليه كالبينة والإشهاد عليه والإملاء. انتبه، أملى على غيره، قال اكتب إن فلان طالق، فالآن تطلق لأنه نطق بذلك، أملى والإملاء على الغير حتى يكتب لديه، لأن الكتابة قد تكون للتجربة، وبهذه الأشياء يتبين أنها ليست كذلك. ومنها غير مستبين كالكتابة على الهواء، قال لزوجته يا فلانة حتى لو كتب على الهواء يا فلانة، كتب من فلان أو كتب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله إلى آخره وأنت طالق، لا يقع الطلاق. هو كتب ولم يتكلم، لا يقع، هذه غير مستبينة. كالكتابة على الهواء والماء، وهو بمنزلة كلام غير مسموع، فلا يثبت به شيء من الأحكام. ولو ينضم إليه نية، وإنما جعلت الإشارة حجة للأخرس للحاجة في حق هذه الأحكام. قال إنما جعلت الإشارة حجة للأخرس للحاجة في حق هذه الأحكام، لأنها من حقوق العباد، وهي حقوق العباد تثبت مع الشبهة. تمام. قال ولا يحد الأخرس إذا أقر بما يوجب الحد، ولا قاذفه بطريق الإشارة أو الكتابة. أما إذا كان مقذوفا
فلأن الحدود تندلئ بالشبهات، ولعله بالإشارة يكون مصدقا لقاذفه، فلا يحد قاذفه للشبهة ولعدم تيقن علة الحد. وأما إذا كان قاذفا، إذا كان قاذف كذلك لا يحد، فلا يحد لانعدام القذف صريحا بالزنا، وإنما قذف بالإشارة، وهو شرط فيه، شرط في الحد أن يكون القذف صريحا بالزنا. والفرق قبل قليل ماذا قال؟ وقوده، لو شهد بالإشارة أنه يجب عليه القواد لأقيم عليه القصاص. ما الفرق بينهما؟ قال: الفرق بين الحد والقواد حيث يثبت القواد بالكتابة والإشارة بخلاف الحد. ما هو الفرق؟ ضع نقطتين الآن، ذكر الآن الفرق. فطريقة الكتابة خطأ. قال: والفرق أن القواد حق العبد، وحق العبد لا يختص بلفظ دون لفظ، وقد يثبت بدون اللفظ حق العبد كالتعاطي، أنت عندما تبيع وتشتري، بخلاف الحد فإنه لا يثبت ببيان فيه شبهة. وقالوا في معتقل اللسان، ليس أخرس، كان يتكلم ولكن فجأة عقل لسانه، يسأل الله العافية لنا ولكم ولجميع المسلمين، امتنع لسانه عن الحركة، وهو الذي اعترض له احتباس اللسان حتى لا يقدر على الكلام والبيان. إن امتد ذلك الاعتقال بأن بقي سنة، وقيل إلى زمان الموت، وقيل وعليه الفتوى، وعلم إشارته أي المعتقل، معتقد اللسان، فكذا أي فحكمه حكم الأخرس، بخلاف الذي صمت يوما أو يومين لعارض فإشارته غير معتبرة، الذي صمت يوما أو يومين لعارض. قال: وفي غنم مذبوحة، في أغنام مذبوحة اختلط فيها بعض الأغنام الميتة ولم نستطع أن نميز، ماذا نفعل؟ نرمي الجميع أو نأكل الجميع؟ الحكم. قال: ولا علامة تتميز به الميتة من المذبوحة، إن كان الميتة أكثر أو كانتا مستويتين لم يؤكل الغنم في حالة الاختيار، يعني يرمى الجميع، وإن كانت هي أي الميتة أقل، وإن كانت هي أقل تحرى، يعني كان المذبوحة أكثر تحرى وأكل ذلك الغنم في حالة الاختيار. قيد به، قيد بحالة الاختيار، لأن الميتة المتيقنة يحل أكلها في حالة الاضطرار، فالمشكوك فيها أولى. وعند مالك والشافعي وأحمد لا يؤكل بالتحري في حالة الاختيار، وإن كانت المذبوحة أكثر، لأن التحري دليل ضروري فلا يصار إليه من غير ضرورة، ولا ضرورة في حال الاختيار. ولنا أن الغلبة تنزل منزلة الضرورة، الغلبة غلبة المزكاة، غلبة المزكاة المذبوحة غلبتها تنزل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة. ألا ترى أن أسواق المسلمين لا تخلو عن المحرم من مسروق ومغصوب؟ هذا موجود، هذا موجود، حتى أنا مرة المرات أذكر كنت أريد أن أشتري نوع فاكهة يباع في الأسواق الكيلو بخمسين، هذا كلام قديم،
فذهبت إلى بائع خضرة جالس، فإذا به يبيعه بعشرين أو بخمسة عشر، فتعجبت سبحان الله، فقلت له يعني هذا ثمنه كثير. قال لا أنا اشتريت كمية كبيرة. قال أنا اشتريت كمية كبيرة. إذن قال ألا ترى أن أسواق المسلمين لا تخلو عن المحرم من مسروق ومغصوب، ومع ذلك يباح التناول اعتمادا على الظاهر، وهذا لأن القليل منه لا يمكن التحرز عنه فيسقط اعتباره دفعا للحرج. وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، ومن خالف سنتي فليس مني. رواه الخطيب عن جابر رضي الله عنه قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأفضل الصلوات وأكمل التحيات على سيد الموجودات وسند المشهودات، وعلى آله وصحبه وأزواجه الطاهرات، وعلى العلماء والصلحاء الكاملين وسائر المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وقد وقع تحرير هذا الكتاب بعون الملك الوهاب على يد مؤلفه رحم مع سلفه، وهو أفقر عباد الله الغني الباري علي بن سلطان محمد القاري، عاملهما ربهما بلطفه الخفي وكرمه الوفي، وذلك بمكة المكرمة قبالة الكعبة المعظمة عام 300 من الهجرة المفخمة. والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا وارفعنا وأكرمنا ولا تهنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم هدينا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قدرت وقضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والآثام والخطايا ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم ربنا توفنا مسلمين، والحقنا بعبادك الصالحين، واجعلنا يا مولانا عندك من السعداء المقبولين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك العافية لنا ولأزواجنا ولأبنائنا ولبناتنا ولأحبابنا ولأشياخنا ولمن علمنا ولمن تعلم منا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المسلمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم ربنا واغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ربنا واهد أمة سيدنا محمد. اللهم يا رب يا رب يا رب يا ذا الجلال والإكرام، آوي المشردين من أمة سيدنا محمد. اللهم أطعم جائعهم، اللهم واكس عاريهم، اللهم داوي وشافي وعافي مرضاهم وجرحاهم. اللهم ربنا وفك أسراهم. اللهم ربنا وارفع الظلم عن المظلومين منهم. اللهم وأحسن خلاص المسجونين منهم. اللهم ربنا وانصر المجاهدين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يا ذا الجلال والإكرام، على أعدائك أعداء الدين بفضلك وكرمك مولانا رب العالمين. اللهم أعد الأمن والأمان. اللهم أعد الأمن والأمان. اللهم أعد الأمن والأمان إلى سائر بلاد المسلمين بفضلك وكرمك مولانا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، ولا تولي عليهم شرارهم،
مولانا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، تعلم أن في نفس كل واحد منا حاجة وحاجات، حاجة وحاجات، فآت اللهم كل واحد منا حاجته، واقض لكل واحد منا حاجته، وأعطي كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنه مولانا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اهدنا واهدي بنا واهدي زوجاتنا واهدي أبناءنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا ورب زوجاتنا ورب أبناءنا ورب بناتنا، كما ربيت الصالحين من عبادك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستودعك أنفسنا وزوجاتنا وأبناءنا وبناتنا وديننا وأديان وديننا ودينهم وأخلاقنا وأخلاقهم وجميع ما أنعمت علينا وعليهم من أمور الدنيا والآخرة ما أبقيتنا مولانا رب العالمين. اللهم متعنا بالعافية في ديننا ودنيانا، نسألك يا ذا الجلال والإكرام العافية والمعافاة الدائمة ودوام العافية، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام الشكر على العافية مولانا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا يا ربنا بإتمام ما قرأناه، بإتمام الكتب التي بدأنا بقراءتها، أكرمنا يا ربنا بإتمامها وأكرمنا بفهمها، ونستودعك يا رب العالمين ما قرأناه وما حفظناه وما فهمناه وما تلوناه، إنه لا تضيع ودائعك. نسألك يا ربنا أن ترد إلينا ذلك وقت الحاجة إليه، إنك خير مسؤول وخير مجيب مولانا رب العالمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.